استقر الجنوب أفريقي على قائمة الأهلي في مونديال الأندية التي سيخوض بها غمار البطولة التي تقام في الفترة من 4 حتى 11 فبراير المقبل. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. وغادرت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي مطار القاهرة بالرابعة من عصر أمس الجمعة على متن طائرة خاصة في رحلة طيران مباشرة للعاصمة القطرية الدوحة. ويرأس بعثة الأهلي محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء والجهازين الفني والإداري واللاعبين. وحدد موسيماني القائمة التي تخوض مونديال الأندية، حيث قام بإرسال أسماء 23 لاعبا في القائمة النهائية ووضع اسمين في القائمة الاحتياطية تحسبا لإصابة أي لاعب قبل البطولة. وجاءت أسماء الأهلي التي استقر عليها موسيماني بصفة نهائية كالتالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومحمد شوبير وحمزة علاء، في خط الدفاع أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بنون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود وحيد، في خط الوسط الدفاعي حمدي فتحي وإليو ديانج وعمرو السلية، في خط الوسط الهجومي محمد مدي أفشا وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي، في خط الهجوم مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن وولتر بواليا. كما يحق للأهلي استبدال أي لاعب في القائمة النهائية بلاعب آخر في القائمة الاحتياطية في حال الإصابة حتى 24 ساعة قبل انطلاق الحدث العالمي. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.